وسؤال متصل في موضوع الجهاد، هل القتال الدائر في بلاد الشام يعد جهادا شرعيا؟ الجهاد يكون على قسمين، جهاد طلب وهو الغزو في سبيل الله لإعلاء كلمة الله بعد دعوة المشركين إلى الإسلام، وجهاد دفاع لمن حاصر بلاد المسلمين وقاتل المسلمين في بلدهم. فيجب على كل من يستطيع الجهاد أن يجاهد في سبيل الله ليحمي أسرته ويحمي عورات المسلمين من الأعداء. نعم.